فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان موحدا محافظا على أركان الإسلام لكن عنده ذنوب كثيرة من كبائر وغيرها، هل يعتبر من أهل الزيغ وأنه لا حيلة في رده إلى الحق؟ كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، فيتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، والله يتوب على من تاب، ولا يقول أنا من أهل الزيغ أو يوسوس له الشيطان، يترك هذا، يتوب إلى الله. نعم.